السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. طبعا كلنا في بيتنا السجاد اللي هو النشات والدواسات اللي هي طبعا بالاستعمال لونها بيغير وبترجع تاني، عايزة نرميها خلاص بقى ما تنفعش. فانا قلت اعمل لهم احلال وتجديد. طبعا اللي موجودة في الارض دي سجادة كبيرة، بس انا جبت لها قماش فرم ووصلتها وعملتها سجادة على قد الأوضة. طيب بالنسبة للمشايات هنعمل ايه؟ طبعا دي مشاية، ده ظهرها، هي برضو كانت لونها مش عاجبني، طبعا بقالها كتير، بقالها 10 سنين وكده، فروحت عاملة لها فرو. بصوا خيطته هنا، خيطته على ايدي، بس انا عايزة بقى اجرب معاكم نعمله مع بعض على المكنة. طب هنعمله على المكنة ازاي؟ انا طبعا عندي السجادة اهي، بروح قصة قدها بالظبط، وطبعا الاكسسوار ده بنحطه، الاكسسوار بتاعنا دوت بنحطه على اساس يدي شكل. يعني بصوا السجادة بعد ما خلصت، انا عملتها جربت طبعا اهي، بصوا بعد ما خلصت بقيت ايه، الجميلة جدا. بصوا اهي، طبعا الفرو ده بيتباع في السوق، المتر ب20 جنيه. هو عرضه متر او متر وربع كده، وانت بتجيبي بقى حسب الامتار اللي انت عايزاها. طبعا اللون اللي انت عايزاه، فيه منه الرصاصي والنبيتي والابيض والبيج، عملت خدديات منه بالبيج، وعملت بالبني، بس لقيت البني وحش جدا كدواسة او خددية، يعني البني وحش قوي. بالنسبة بقى لدي، بصوا شكلها جميل ازاي، حتى لما بتتطرب وكده بصوا جميلة وملمسها جميل. بس انا عندي بقى هنا ايه، انا بحاول اعمل اعادة تدوير للحمام بتاعنا كله، يعني الدواسات اللي عندي في الحمام والسيراميك لونه ابيض فاحمر، فما ينفعش احط بقى ولا نبيتي ولا اي حاجة. فعندي طبعا الايه، الدواسات لازم اعملها باللون الاحمر اللي هو هيليق مع الحمام. طبعا انا مش عايزه اهو اللون الاحمر اللي هو اللي انا اشتريته اهو، بصوا شكله جميل جدا، وطبعا ليه اتجاه وليه عدله. وجهزت الاكسسوار اللي انا هعمله عليه، بس انا بفكر اعمل اكسسوار ده طبعا ما ينفعش، لان ده بيتلزق بالشمع، لكن دوت بن ايه بنخيطه على المكنه. فانا فكرت ان انا اعملهم نبيتي، ورجعت تاني قلت طب ما هو الحمام احمر، فانا عايزه اعملهم احمر. دي طبعا الايه اللي بتتحط مثلا قدام الحوض، بصوا شكلها حتى اللون مش نافع خالص، يعني بصوا انتوا طبعا شايفينها بالمنظر ده دلوقتي. لما هقفلها، بصوا هنقفلها كده على المكنه، طبعا هنقفل مع بعض. وايه، وطبعا عندي برضو واحدة تانية للحوض، واحدة للحوض وواحدة لطقم الحمام عموما. بصوا دي شكلها، انا كنت عاملة لها اعادة تدوير من حوالي سنة، بس برضو مش نافعة. بصوا حتى الحاجات اللي فيها كنت لازقها بالشمع، بس برضو مش نافعة، وعايزة اعمل لها احلال من الاول. انا اللي عاجبني فيهم بس ان هما تحتيهم ايه، بصوا طبقة المشمع دي طبعا ما بتخليش الدواسة مهما غسلنا برضو ما بتتغيرش، يعني هي برضو خلاص هي لونها طوص، واحنا طبعا في حملة اعادة التدوير. بصوا طبعا احنا هنخلع كل الاستراس ده، وهاخد مقاسها اهو. طبعا احنا هنخيطها على المكنة اهو، هي كده ده المقاس بتاعها، بنزود حتة ونبدأ بقى ايه، نقص. هما طبعا اتنين، فهحاول ان انا ايه يعني اقسمها بالنص، عشان لو في زيادة ولا حاجة تبقى ايه فرقة يعني معي. بس هي ما اعتقدش ان في زيادة اهو. هناخد اول طرف ده
هنثبته على دي زي ما انتوا شايفين كده. كده نعتبر قصينا واحدة خلاص كده، دي تتقفل على المكنة وهتبقى بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه. طبعا دي بصوا بقى، يعني بصوا مهما حتى ان اتغسلت برضو الحاجات دي مش بتطلع منها، فهنحاول برضو ان ايه نظبطها وتبقى كده. هنروح بقى طبعا على المكنة هنمكن الحاجات دي. هي دي مقاسها كبير، الخامة دي اكبر، فهنحاول نحط دي القماشة الاصغر هنا اهي. بصوا هتغلفها وتخليها طبعا حلوة. طبعا القماشة بيبقى ليها عتلة اهي، افتكروا بس ايه القماشة الاول الخامة الاولانية بتاعت الدواسة اهي. وهنحط دي بقى على التانية كده. احنا عايزين نعمل طبعا تجديد لطقم الحمام عموما، سواء دواسات ارضية او ستارة بانيو او ستارة الشباك او مفارش لقاعدة الحمام. فاحنا هنعمل النهاردة ان شاء الله اعادة تدوير للحاجات القديمة بجانب الستاير وطقم الحمام. وعايزين بقى نشوف الحمام بعد ما يخلص، وهنشوف الشكل النهائي هيبقى عامل ايه. خليكم معايا وهنروح نخيط على المكنة. بصوا طبعا احنا ايه قصينا هي على القد بالظبط، وبنبدأ نثبت بالدبابيس اهو كل مكان بنثبته. بحيث ان احنا لما نروح نخيط اهي، لما نروح نخيط نبقى جاهزين ومستعدين ايه على طول. يعني هي بصوا تقريبا اهي هتبقى بالمنظر ده تمام اهي. طبعا التانية اهي هثبتها برضو بالدبابيس. هنا كده اطول، لازم تظبطه. اهم حاجة اهم من الشغل ظبط الشغل، بص ولا تبقى زيادة قوي ولا تبقى ناقصة قوي. طبعا فيها مشمع عشان كده الدبوس بيبقى جامد، وان شاء الله المكنة تبقى سهلة ان شاء الله. طبعا دول كده ايه خلصوا، وهنروح بقى ايه نثبتهم على المكنة. طبعا زي ما انتوا شايفين انا خيطت او شبكتها فيها، ودلوقتي نبدأ نعمل الايه الاسترص عليها عشان تثبيت للمرة التانية. طبعا عذبتني على ما خيطته لاني تحت الفرو ده فيه مشمع، والخياطه طبعا جامده. اهو قطعت تاني، لضمتها الف مره. والإبرة اتكسرت برضو في الأول،
بعد كده بتحسي ان انت عملتي انجاز يعني. اضطر ارجع للحته دي تاني عشان تبقى ثابته، مش عايزه اشد الاكسسوار ده عشان ما بيتشد كده بيبقى شادد يعني، بيبقى جامد. عشان هي الطبقه اللي فاتت دي كانت طبقتين مع بعض، بس هيختلف خالص الشكل العام، هيختلف خالص. محدش هيصدق ان دي الدواسه اللي كانت قدامكو، عايزه بصراحه كانت عايزه الرمل، بس انا حبيت اوريكو حاجه كنت هرميها وفعلا رميتها، بس في نفس الوقت قلت ايه، طب انا اجرب اعمل اعاده تدوير ليها معايا. احنا دلوقتي بنعمل طبقه تانية من الاكسسوار، والمكنة ما شاء الله قطعت لحد هنا اهو. احنا هنعمل دول مع بعض لحد الاخر، عشان يعني قالوا لي ان في فيديو لازم يبقى مدته ساعة في القناة، فانا هحاول يعني ان انا ايه اخيط كل الدواسات، بس لو انتوا زهقتوا عني عادي بقى براحتكم بقى، ما تشوفوش، بس يعني بحاول اعمل المطلوبات. محدش هيشوفها ويصدق ان دي، بس انا عجبني فيها ان هي الطبقة اللي تحت فيها مشمع يعني، لازم الحتة دي ناخدها بالراحة علشان دي تعتبر دبل يعني. وصلنا واحدة واحدة، فعلا هي قطعت خلاص. اتفضلوا القهوة بقى معايا. اي حاجة بتحتاج فكر وذهن، وخصوصا لما بتكون قديمة كده الواحد بيبقى محتاج يحلي دنيته بفنجان قهوة. طبعا ده بيتباع بالمتر وبيتباع بالبكرة، فكل واحد بيجيبه حسب الامكانيات بتاعته. طبعا انا شغالة وانا ناسية، انا ناسية ولا عاملة نفسي ناسية؟ ناسية ان هي قطعة، وقبل منها دلوقتي كانت كسرة الإبرة. الخياطة مش سهلة، الخياطة مش سهلة خالص، بس في نفس الوقت بتعملي من الحاجات اللي مش يعني حاجة جديدة وتخصك. في حاجات بتتباع أحلى من كده طبعا، بس انت لما تبقي عاملة الحاجة بإيدك غير لما تبقى بتجيبيها وتبقي عارفة ان هي سوقي، يعني هي اصلا مش متقفلة صح ولا معمولة صح، لانها ايه يعني حاجات سوقية كده. وهنا شغالة في الايه، في التانية اللي هي بتبقى واحدة في الحوض وواحدة عند القاعدة بتاعت الحمام، فانا بعمل التانية دلوقتي
زيها. بص انا مش حاطه قفله حركه المكنه لان القماشه الخامه دي تقيله قوي على المكنه ومش بتمشي بسهوله. محتاج برضو اعمل لها اكسسوار تاني. طبعا زي ما انتم شايفين كده بتاخد كمية من الاكسسوار، بس طبعا الشكل بيبقى بيضاهي الجاهز. لا الجاهز ما فيهوش، حطوش اكسسوارات وحاجات من دي. اي سجادة او دواسة شكلها مش عاجبني بروح عامله لها القماش الفرو ده وبغير من شكلها. انا عامله جايبه قماش فرو كشمير، عامله الكشمير وعامله النبيتي. كل تغيير كده، كل مناسبه بروح مغيره. كل الناس بقى بتغير سجاجيدها والحاجات دي، بس انا بكتفي بما هو عندي. ما بقولش عايزه عشان مش هيجي، فبختصر بعمل بجدد الموجود. كله يقول لي انت عندك بنات وعايزين يتجهزوا فمفروض ما تطلبيش حاجة. حاضر، انا مؤدبة مش بطلب، اهو بوضب امكانيات البيئة المتاحة. اهو ما شاء الله، يعني بصوا ما اتقسمت، عملت اتنين، كل واحدة فيها ثلاث صفوف. اهو عايزه تقع ليه بس؟ هو برضو مهما كان، يعني انا بحاول اعمله على المكنه بس مهما كان ارحم من اني اخيطه على ايدي. انا كنت بعمل ساعات السجاد الكبير كنت بلاقي ايديا اتعورت فيه كمان علشان خامته قوية قوي. انتوا لما هتشوفوها بعد كده وهي مفروشة هتعجبكم. كل شوية تقطع عشان الخامة تقيلة عليها. دي برضو كانت حتة راكبة في حاجة تانية قبل كده، بس قلت اشغلها يعني عشان برضو ايه يبقوا الاتنين الحوض والقعدة برضو يبقوا شكل بعض. اهي بصوا، بصوا منظرها جميل ازاي. دلوقتي هنعمل
هنعمل اللي هي المشاية دي. بصوا طبعا انا حاطه الدبوس وهحاول ان انا اقفل من ورا. انا عملت الاتنين اللي فاتوا كده، هنا برضو جلد فالتقفيل مش هيبقى سهل برضو. لازم افتح مشيان المكنة ومشيلها انا بايد. بحاول ابعد عن الدبوس. الجلد ده مختلف، حاسه ان بيمشي اسرع من الثانيه. الجلد التاني كان محبب انما ده خالص. هناخد الدبوس التاني طبعا انا بشبك الدبابيس دي في السفنجة بتاعت المكنة عشان ما يضيعوش. كده فاضل لنا دبوس، احنا جبنا ثلاثة فاضل لنا واحد اللي هو هنا اهو. وطبعا زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي هنركب الاكسسوار فيها. طبعا احنا عملناها اهي، ده دي حرية بقى، يعني نركب الاكسسوار على الحرف خالص هنا، يعني نركبه جوه في الوسط شوية، يعني دي حسب يعني ذوق كل حد. طبعا هي اول حتة بتبقى جامدة شوية، فلما اثبتها المكنة مش بتمشي لان القماش تقيل، بس في نفس الوقت ارحم من الخياطة على الايد. الايد بصراحة كنت اول ما اخلص السجادة الاقي ايدي اتعورت. طبعا هي عشان الفرو جديد ممكن يكون مش باين قوي فيها. طول ما الفرو ده ما اتغسلش الفروه بتاعته بتبقى عاليه شويه. طبعا خياطته على المكنه مش سهل والله خالص،
بس انا حابة ان انا اوريه لكم. واعمله معاكم قدامكم. حاولت اقص شويه طبعا. هي اختها التانية لسه ما متقفلتش على الجلد. بصوا الشكل بقى هيبقى عامل ازاي. ممكن اعمل فيها برضو ديكور، يعني احنا ممكن اعمل فيونكة واحطها فيها كده. طبعا الفن ما بينتهيش ومش بيبقى عامل الوقت اللي انا ببقى بعمل فيه بس، لا ده انا ممكن خلاص افرشها واحطها وبعدين ارجع اشيلها تاني والاقي فكرة تانية احلى اروح عامله. بصوا الشكل هيبقى عامل ازاي، تبقى حلوة جدا جدا. بصوا شكلها جميل ازاي. طبعا هنفرشها شوفوها، بس لسه برضو ما عملتش دي. طبعا دي الوضع فيها هيبقى مختلف، ان دي برضو لازم تتخيط الاول على الظهر. ساعتها اقعد اقول يا ريتني ما كنت بعرف اعمل حاجة، يعني الواحد بيبقى فعلا مضغوط مضغوط من كل حاجة. ويا سلام بقى لو حد شافها وعجبته، عايزين زيها. ان شاء الله سلسة اهي الخامة دي برضو بتمشي اكتر. القماش الفرو دوت ان هو بيمط، يعني نقدر بصوا نشد كده يمط معانا. طلع الدبوس بس رافض.
تفوز ده يطلع ان شاء الله. تمت الحمد لله، وشكو حلو عليا. بصوا هنبدأ بقى نحط الايه الطبقة اللي هي التانية اللي هي بالاسترس. طبعا بتحاول برضو هي اول القطعة بتبقى صعبة. دي تلات اطراف اول حتة بتبقى صعبة شوية عشان طبعا ده جلد، فبنحاول نظبطه على قد ما نقدر. بنلف عشان هي قطعت، فلازم ارجع كل الحتة اللي هي ما خيطتش فيها. يعني والله الخياطة دي فعلا مش سهلة. طبعا كل اللي مشيناه بنرجعه تاني عشان المكنة قطعت. تعرفني ان انا مش خايفة مهما عملت، لان المرة دي مش اللضمة، المرة دي المكوك. بس لسه في خير. طبعا في ناس مرة قالت لي بتقول لي عايزين نشوف اللضمة بتاعت الاوفر. هي اللضمة بتاعت الاوفر صعبة جدا جدا، وفي لضمات بنلضمها ومجرد ما الخيط يعدي بنقطعه ونرجع نلف اللضمه من الناحيه التانية. فمكنه الاوفر ما تنفعش ان انا يعني اوريها لكم في التصوير، يعني هي فيها فكره بصراحه. انا ممكن اقعد ساعتين الضم مكنه الاوفر، بس مش عشان حاجة، هي بس الهدف بس ان خيط الاوفر بيبقى الخيط اللي هو البليستر اللي هو بيطلع منه شعيرات كتير، فبيبقى
لازم يعني ألمهم مرة واحدة كده وأعديهم. وكمان هي فيها حوادات وتانيات، فلازم بستعمل الجفت في الحوادات دي، عشان ما بينفعش يعني ايد الشخص هي اللي تطول الحوادات دي. لازم برضه مكنة الاوفر بالجفت اللي هو ده، بسحب الفتلة كده بيه، وبعدين ادخلها برضو في الثقب بتاع الابرة، فما بيكونش لضمتها سهل. لازم حد عايز يتعلم اللضمة يتعلم عن قرب على الطبيعة. هي طبعا مكنة الاوفر جميلة جدا ومفيدة جدا، لان في حاجات يعني اللي هو الفرش بتاع الانتريه، في حاجات ما بت يعني ما بتنفعش فيها التانيات دي، بتبقى زي المكلكعة. لكن الاوفر بيبقى فردة واحدة بنسحبها على طول، وبتبقى التانية بتاعتها قوية، وبالاخص لما يبقوا 2 خيط بليستور مع واحدة خيط، الخيط اللي هو العادي ده زي الخيط اللي معايا ده. طبعا هنا المكنة بتقطع من تقل القماش او من تقل الجلد اللي فيها، يعني اللي هي بتخيطه، فاهميني؟ فبحاول ان انا اشدلها، بحاول ان انا اشدلها الجلد. طبعا انا مش عارفه هي مشيت فلتت قد ايه، بس اهو احاول اقرب من الحته اللي فلتت. برضه قطع التاني، هو صعب بصراحه، صعب خياطه الجلد عليها. بس مني جربت خياطه الايد بإبرة المنجد، فإبرة المنجد أصلا لوحدها بتبقى عاملة زي الشومة كده، فبتبقى قوية جدا. أنا عايزة طرف يخلص الحتة دي، بس كل الأطراف اللي موجودة معايا 2 فردتين بس. جزوة عمالة خيط ايدي دلوقتي. مرة خيطت ايدي واختي زوجي كانت معايا، فخدتني جري وطلعت بيا على مستشفى المطرية. لقيت احداث كتير كتير، يعني عيل وقع من البلكونة، وواحد ما الحيطة وقع عليه، احداث كتير. انا اصلا نسيت وانا في المستشفى، نسيت ان انا ايديا صباعي متخيط بالابره فيها نسبه صلب، فانا نسيت وركزت مع الطفل اللي متعور والراجل اللي وقع عليه سور مصنع باين او حاجه. فالدكتور ساب كل دول عشان فيه بقى، كان معايا زي ما بيقولوا واسطه يعني، ساب كل ده وجاي لي يقول لي مالك فيكي ايه. قلت له، قال لي انت عايزه تتخيطي ولا ايه؟ قلت له لا انا متخيطه جاهزه، انا انا كنت بخيط وخيطت صباعي. قال لي طب في ايه؟ قلت له لا ما فيش حاجه، جنب الناس الموجوده انا ما فيش حاجه، انا مروحه، سلام عليكم. بس هي بصراحه بتحبني، فكانت مخدوده عليا، صممت ان انا اروح عشان
يعني قالت لي لا لا تكون الإبرة مصدية وتبقى غلط عليك وكده. عايزة اقول لها ده انا كل اسبوع بخيط ايديا، صوابعي دي شبعت خياطة. بيبقى في مواقف الواحد مهما العمر مر بيه بس مش بينساها. يعني دي لازم تتغير، حاسه ان هي من كتر ما خيطت الجلد طالعه بالجلد. واحد يخيط الحته الاخيره دي على ايده ولا يعمل ايه؟ بس الفتله مش عايزه تطلع. غيرت الابره لان الجلد قفل اللضمه، مكان اللضمه بتاعتها. طبعا انا بعيد عليها تاني عشان لو في حته انا ما كنتش شايفاها. طبعا قطعت برضو. اللضمة هنا عدت على طول عشان كده شغال الحمد لله. هي ما قطعتش عشان ولضمتها بسرعة علشان الجلد لسه ما تجهولش فيها. بس بصراحة كسرت ابر كتير، يعني انا بحاول ان انا افصل عشان اغير الابرة المكسورة كذا مرة. وطبعا هنا دي هقصها خلاص، هو كده بصوا اهي الشكل. طبعا زي ما انتم شايفين اهو، هي باينة في الموبايل ان هي برتقاني بس هي حمراء وحمار جميل. يعني بصراحة التصوير ظالم. طبعا زي ما انتم شايفين كده، المفروض برضو بننظف الخياطات بتاعتها، في خيوط بتبقى زيادة بننظفها اهو. ودلوقتي بقى هجيب ايه، نعمل مع بعض الايه الستارة بتاعت شباك الحمام. وهنا طبعا احنا شغالين في الستارة بتاعت شباك الحمام. انا عايزه اركب لها برضو، عايزه اركب لها جبير من ده، او انا طبعا حاطه جبير بس عايزه احط لها طبقه من ده، بس عايزه احط الشكل التاني اللي هو الشكل الجميل ده. بصوا ده شكله شيك قوي. وطبعا انا بقص كده قدامكم الظهر بتاعه، لكن هو شكله شيك جدا. بس طبعا هيغير شكلها خالص، يعني هو تركيبه هيبقى متعب بس برضو مهما كان نقلة تانية طبعا للستار. ومش لازم تبقى كلها، يعني تبقى حته فيها اكسسوار يبقى كله متطعم من بعض. طبعا احنا كده هيبقى ناقص لنا ايه، الغطا بتاع القعده. انا برضو جايبه طقم الحمام فيه غطا للقعده، بس طبعا هو من ناحيه واحده، يعني حتى لما الغطا بتاع القعده بيتفتح بيبقى هو من الناحية التانية الكاوتشة البلاستيك بتاعت الغطا. فانا طبعا عايزة اعمل لها بتاع تغليف احمر، يعني هتبقى ايه، هي لونها ابيض، لها
هعمل لها تغليف احمر عشان يبقى كأنه طقم فعلا متطعم من بعض، جاي مع بعض. برضو القماشة دي تخينة نوعا ما، تتزحلق لانها حرير. هي ما كانتش هتقضي، فانا عملت لها جزئيه حمراء مع الاحمر جزئيه سمراء. طبعا كاننا حاطين علم مصر معانا في الحميه. عايزه اوريه لكم، هو هيبقى شكله جميل قوي. طبعا الابر المكسوره كتير، بصوا شكله مع الجبير هيقول يعني، بس المشكله ان هي عماله تتزحلق، هي خلاص قربت بس بتتزحلق منه. في حوده مع الستاره، تعالوا نفكر نعملها كده ونشوف الشكل هيبقى عامل ايه. اهو حوده اهي، حطيت 3 سطور على اساس ان هي تبقى يعني اعرض فتبقى باينة اكتر اهي كده. خلاص قربنا نخلص، بس في حتة كانت مفوتة عايزة اعملها. هنشبط على طول بقى في الايه، في الغطا. طبعا الغطا اهو، طبعا زي خامة الدواسة اللي انتوا شفتوها، بس انا هحاول ان انا يعني اعملها تكون ليها قفلة. عايزه اخبي الاستراس اللي هو الالوان ده اللي هو الذهبي اهو. نقطع بقى الستاره، هبدا بقى ايه اخبي الاستراس الالوان الذهبي ده، عشان انا حاولت ان انا افكه كان بيطلع بالقماشه بتاعت فانا مش عايزاها تتقطع. بصوا مش عايزه اكسر برضو عشان لما تقضيش، فانا بحاول ان انا اظبطها. حتى التنتيلا اعاده تدوير، الدانتيل دوت اعادة تدوير، ما حاولتش ان انا اجيب له حاجة. طبعا هفك الدبوس
طبعا هي دي من يوم ما اشتريتها العيب بتاعها ايه بقى؟ العيب بتاعها ان هي كان فيها زي استك بس هو اللي ماسكها في القعده. طبعا انا عايزه اعمل فيها حاجه، طبعا انتوا شفتوا الستاره اهي وهبان اكتر لما نعلقها، هتبان اكتر اهي. بصوا الجبير بتاعها جميل ازاي اهي. طيب دي بقى انا عايزه برضو احط لها عشان تبقى متطعمه من ال، ممكن ايه نحط لها فيونكه، نحط لها حاجه كده، ايه رايكم؟ ولا مربعات، ولا نعمل حاجه زي كده؟ مش عارفه فين ارائكم معايا، محتاجاكم معايا. ممكن احط هنا برواز، هي مثلا هتبقى طرفين كده، ممكن امشي عليها كلها معايا، شايفيني؟ اهي. طبعا بقى هعمل من بعد الدهبي، لان الدهبي ده بصراحة حاولت اخلعه ومعرفتش. برضو تحتيها كاوتش، كاوتش دوت لما بيجي على على الإبرة بيسد العين بتاعتها. فبقعد اقول ايه ده، هو انا مش عارفة الضمها ولا ايه؟ بكتشف بعد كده ان الإبرة هي اللي مسدودة يعني. مش شو حاسة ان الابيض هيقول عليها، لاني اصلا السيراميك بتاع الحمام ابيض واحمر. حتى يبقى خط ذهبي وخط ابيض. ممكن نعمل هنا في يمكن المرة دي انا اللي اطعمها بايدي، بايدي دي انا اللي اقطع الفك اللضمة. بدأ الجلد برضو يسد في الثقب بتاع الإبرة، الجلد اللي هو تحت الطبقة دي اهو تقريبا. بصوا العين بتاعتها مش باينة خالص، الحمد لله قعدت.
اخيرا. بس هي كده ما خلصتش طبعا، الطبقه اللي تحت جلد اهي، عايزين بقى نعمل لها قفله. قفله ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. انا مثلا عندي حته قماش اهي، تمام. انا عايزه اخلي دي زي ما هي، مش عارفه اعملها ازاي. هو انا عاوزاها تبقى قافله على هدي، على الناحيه دي، يعني ايه كاني يبقى فيها المفروض هدخل الغطا ده كده. كده همشي بيها كده لحد الاخر. ممكن اقص دي عشان خاطر اوصل ان انا اعمل غطا. هي صعبة بس متهيألي لما تتعمل هتبقى حلوة جدا. بحاول ان انا ماجيش جنب المنديل. طبعا احنا هنسيب الحتة دي علشان هتدخل منها الغطا، وبحاول ان انا اسيب فيها واسع عشان سهلة ان انا اعدي منها. طبعا المكنة مش بتخيط. الجلد برضو سميك يعني مش سهل.
كده سعيد في خياطته قوي. طبعا اهي اهي الستارة. بصوا هنروح لها اهي، بصوا شكلها بعد ما ركبت. ودي ستارة البانيو، بصوا اهي اهي بالجبير بتاعها. وهنا القاعدة بتاعت الحمام اهي، لما نقفل هتبقى بالمنظر ده. هي شكلها جميل قوي بس مش عارفة في الصور مش طالعة قد كده. بصوا الدواسة اهي اهي بعد ما اتحطت. وهنا ودي سلة الباسكت، ودي اهي بصوا حتى بتاعت دخلة الحمام ويلكم. طبعا اهو بس انا واقفة بالناحية العكس اهي كده. اتمنى ان الحمام كله بقى يعجبكم. ماشي تمام اهو. والغطا اللي قاعدة بصوا الشكل اهو، والستارة بتاعت البانيو بالحوادات بتاعتها اهي اهي، والرباط التاني اهي. اتمنى تعجبكم واشوفكم في الفيديو القادم. باي باي، سلام عليكم.